سلام البنات، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. اليوم راح نتكلموا على اي وحده فيكم راهي تعاني من تساقط الشعر، كذلك من تكسر الشعر، بالاضافه الى جفاف شديد في الشعر. لي فورش الناس اللي راهي صبغت شعرها، فتحاتو، درت ديكاباج، درت ليماش، درت اومبري، درت اي تكنيك في شعرها وشعرها راهو مدمر، ونصحها دير فيلر برو ماكس اللي راهو عامل حاله في اليوتيوب وفي الفيسبوك، اللي هو اصلا هذا الماده اللي هي الفيلر راهي معروفه في سوريا منذ سنوات، بصح نحنا كما تعرفوا ديما تجينا الحوايج دي متاخره. طبعا البنات راح يقولوا لكم ديريه وراح تشوفي نتيجه خياليه. اولا حبيت نقول لكم بلي الفيلر اللي هو فيلر اسمه، لكن هو في الحقيقه زيه زي البروتين وزيه زي الكيراتين، يحتاج الى ضغط بمكواه الشعر الحراريه على اعلى مستوى حراره. فبالتالي اذا كنت انت مديكابيا دايره ليماش، دايره اومبري، دايره صباغ في شعرك من قبل، وتروحي تزيدي تضغطي هذه الماده الكيميائيه في شعرك بالحرارة، راح تعطيك نتيجة مبدئيا، لكن بعد وهي قاعدة تخرج صدقيني شعرك راح يفرطس وراح يتدمر. لماذا؟ لأنه هذه المواد راهي خدمت خصيصا لصاحبة الشعر الأحرش، يعني الإفريقي، لهذاك الناس شعرها واقف مية متليساش، يعني تعيا تمشطو. ما هوش الوحدة شعرها أرطب راح ديرت ليماش وتروح تزيد تدبر على الحفافة ولا القنوات ولا الفيسبوك ولا الإعلانات وتقول لك زيدي ديريه، راح تخسري شعرك، راح يتدمر، راح يعطيك نتيجه مؤقته. وراح نعطيك واحد السر بسيط، انت درك شعرك راهو يبان يا لطيف منه، روحي هزي ليسير وليسيه وصوري روحك راح تشوفيه يبان يهبل، خاصه اذا ليسيتيه ودرتي له شويه سيروم كما يديروا في الاعلانات، تليسي لها الشعر ودير ليه شويه سيروم ومن بعد خلاص تحكم دير لك مثلا الليسير وتقول لك ها شوفوا الفيلر بلور ماكس، شوفوا البروتين الفلاني. يا اخواتي هذه الامور راهي تتعمل على شعر على الاقل 60% صحي، تفهمنا؟ اذا انسوا حكايه الفيلر والبروتينات والكيراتينات مادام شعركم يطيح ومكسر، لانه كي تخرج منه هذه المواد تزيد يطيح اكثر. واش راح نديروا؟ ديروا العنايه، كاين ناس عندها وسع بال يقدروا يديروا وصفات طبيعيه، لكن انا اليوم حبيت ننصحكم ببعض الاشياء البسيطه اللي هي في الحمام تاعك، يعني في الدوش قبل ما تخرجي تعمليهم فتحصلي على نتيجه جميله جدا. اولا اختيار نوع الشامبوان، كي يكون شعرك جاف يابس مقرط يطيح اشتري له شامبوان خاص بالشعر الجاف. ننصحكم نصيحة أخوية، اشتروا سواليس البني، ما كاش واحدة ما قلتلهاش عليه وشعرها ما رجعش يهبل. هذه أول خطوة. ثاني خطوة تشتروا بديل زيت، عندكم أي نوع بديل زيت تحبوه. أنا بالنسبة لي شخصيا نحب غارني الأخضر بزيت الزيتون، كميته كبيرة يدير 175,000، متوفر في كل كوسميتيك، يعني تشريه بكل أريحية. طريقته سهلة مهلة، تدوشي عادي تشلي شعرك بالماء وتهزي كمية معتبرة من بديل زيت، ثم تطبليكيه على شعرك كامل، تبعدي على الجذور فقط وتخليه 15 دقيقة وتشليه بالماء، وروحي اشبدي شعرك بالسشوار عادي، ما تستعملوا اللي يسهر في فترة العلاج، وراح تشوفي انه كل يوم شعرك راح يتحسن اكثر، خاصة الناس تدوش يوميا. وين تدوشي؟ راكي قاعدة تفقدي في البروتينات، قاعدة تقرطي في الفروة تاعك، قاعدة تنحي في الزيوت، فبالتالي لازم ترجعيهم. باش ترجعيهم؟ ترجعيهم بحمام زيتي مرة أسبوعيا، بلي ماسك، ببديل الزيت، ترجعيهم بنوع شامبوان مغذي، فهمتي؟ ترجعيهم بالمساج، فبالتالي ما تروحيش تغسلي شعرك يوميا وتتوقعي يولي مليح. إذا راح تقولي ليندا وقتها نستعمل الفيلر برو ماكس؟ وقتها راح نقول لك تستعمليه نهار اللي تحسي شعرك رجع لطبيعته، نهار اللي ما عادش يطيح، نهار اللي عاد فقط فيه مثلا كان هو احرش، مازال راهو يوقف، مازال اللي بيتلبد عفوا ماهوش مليسي، راح تستعمليه نهار اللي تحسي انه عندك غير لي فورش لاباس تاعك او لي غاسين تاعك راهي نظيفه مليحه ما تطيحش. هنا راح تقولي لي ليندا وقتاش نستعمل معالجات للشعر وش هي كي نكون دايره ليماش وديكاباج؟ بكري قلت لكم بلي سي سي ار بي مستحيل ينحي لكم الشعر مطاطي لانها كذبه، لكن اذا كان عندك ليماش تقدري ديري كاسوا مرطب ومغذي للشعر، اعملي له جلسه على الاقل مره في 6 اشهر راح تتحصي عندي جميله. واشي الشامبو تاع سواليس واشيله بديل زيت، وما تغسلي شعرك بالماء الساخن وديري له حمام زيت وراح تتحصلي على نتيجه روعه. وان شاء الله هذا الفيديو عجبكم، تهلوا في رواحكم والسلام.